السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده ان شاء الله بنصور عندي الثلاثه يا جماعه. ان شاء الله جايبكم وصفه جديده، وصفه جميله جدا، يعني يعتبر وصفه من الاخر. الناس يا جماعه ليا كانت الاول بتشتكي بتقول انا ما بحبش اجيب علاج بيطري، باذن الله الوصفه ديت هتقضي على السلمونيلا وكل المشاكل المعويه اللي احنا جايبينها دول ثلاثه، حتى كمان الكوكسيدي. تمام، يلا بينا كده نسمي الله يا جماعه ونعمل لايك للفيديو علشان كل الناس تستفيد، وهقول لكم هي ايه الوصفه. يلا بينا. انتوا طبعا يا جماعه عارفين ان الدفعه ديت كلتها انا ربيتها في الكاس الازاي ديت، كنت سجلت لكم فيديو قبل كده، كنت وريتكم نظام الكاس وتربيه الفراخ عندي. ما شاء الله عندي ثلاث كاس بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت، يعني يعتبر كل الفراخ عندي يا جماعه بربيها في الكاس. الكاس دي زي ما قلت لكم نظافه ولا تتعبي تحتها ولا حاجه، ولا جرد ولا فرشه ولا اي حاجه. كل اللي احنا بنعمله بننظف الارضيه وبنطهر تحتها بالجير وخلاص. فباذن الله يا جماعه احنا كل اللي هنعمله النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، علشان لقيت في ناس كتير بتطلب بتقول لي انا عايزه وصفه للكوكسيديا، بس انا ما عنديش دكاتره بيطريين في المنطقه اللي انا فيها، فحبيت اطلع اعمل لكم الفيديو ده يا جماعه، علشان يعني حتى لو ما فيش عندك دكتور بيطري ان انت تجيبي من وصفه للكوكسيديا او اي مشاكل معويه للفراخ عندك، ممكن انت تعمليها وصفه من البيت او على ايدك، وصفه كويسه جدا ان شاء الله يا جماعه. يعني الوصفه دي مجربه وانا كنت عاملاها قبل كده ومجرباها. الوصفه دي يا جماعه بتعملها 3 ايام ورا بعض عشان تجيبي معاكي نتيجه كويسه، بتعملها 3 ايام ورا بعض. يلا بسم الله ونعلق الفراخ كده الاول قبل ما نعمل الوصفه يا جماعه. دي يا جماعه العلف اهو، طبعا انا قلت لكم ان انا غيرت العلف اللي انتم شايفينه قدام الكيسه دوت، ده علف بادي قصدي نامي، بس نامي مفتت، يعني يعتبر لو انتم شايفينه ملاحظين معايا يعني يعتبر خشن وناعم في نفس الوقت، على اساس ان هم على ما يتعودوا معايا. هعلفهم بس كده الاول وان شاء الله اعمل بقى معاكم الوصفه. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله الفراخ كلها واقفه، يعني صف واحد بتاكل، يعني كل فرخ واقف في المكان بتاعه بياكل وهو مرتاح. العلافه دي كويسه جدا، يعني لا نقول العلافه مدوره ولا حاجه، الفراخ بتتشكل عليها او بتزحم، ما فيش فرخ واخد حقه في الاكل، ما شاء الله كل الفراخ واخد حقها في الاكل اهي، زي ما انتم شايفين المنظر ما شاء الله يعني عليهم. معانا الفراخ ما شاء الله صحتها حلوه كويسه، بس انا حبيت يا جماعه اطلع اعمل برده معاكم الوصفه ديت، حتى لو هو الفراخ كويسه وسليمه مش هتاثر فيهم ولا هتعمل معاهم اي حاجه. انا قلت لكم ان هي وصفه يعني يعتبر بتطهر معده الفرخ المشاكل المعويه عند الفرخ، ويعتبر كمان وصفه وقائيه ورفع مناعه كويسه جدا، وتعتبر كمان مضاده حيوي في نفس الوقت، يعني هي كويسه جدا يا جماعه، يعني لو انتوا عملتوها مش هتخسروا حاجه. خلاص كده الفراخ علفناها هي وخدت حقها، انا بكتر لها العلف اهو، هي لا بتبعتر بقى ولا بتعمل برجلها ولا حاجه ولا بتنعكش، بسيب لها العلف كده، بملي لها العلف اللي انتم شايفينها ديت، بتفضل لاخر النهار، يعني بيكفوهم لما العصر، بعلفهم الصبح بكفوهم لما العصر، بطلع عليهم العصر، حتى لو فيه لو في فرخ نكش ببقه كده ولا حاجه، انا عندي الفراخ في الارضيه اهي يا جماعه بتنقي مطرحهم، يعني ما فيش اي حاجه بتخسر ولا حاجه. تمام، فكده احنا خلصنا العلف بتاعهم اهو. الوصفه يا جماعه ان شاء الله اللي احنا هنعملها بقى ما هيش في الاكل ولا حاجه، لان احنا خلاص علفنا. انا مش معنى كده ان انا ما بعملش وصفات على الاكل، لا يا جماعه انا بعمل وصفات على الاكل، بس بريحهم يوم او يومين في الاسبوع، يعني على حسب. برده يا جماعه الناس اللي هي بتشتكي من خفيه الوزن انا بقول لهم ما تنسوش الخميره، الخميره ديت اهم حاجه في الموضوع كله، ده كويسه جدا لو هتعملها بس مرتين في الاسبوع. بس في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها يا جماعه، ثاني مره بقولها لكم، لو الفراخ عندها اسهال عندها كوكسيديا عالجي الاول وبعدين اعملي الخلطات او اعملي الخميره. تمام، فيلا بينا بقى كده نسمي الله ونعمل الخلطه بتاعتنا. برده قبل ما ادخل في الموضوع يا جماعه، ما تنسوش طول الشتاء، لان انتوا عارفين ان الجو هوا الايام دي، الجو برد الكلام ده كله، ما تقطعوش خلطه البصل والليمون والثوم ده خالص، ما حدش يقطعها، على الاقل اعملها مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع، ما شاء الله هتلاقي عندك فراخ صحتها كويسه جدا، لا نقول بقى لا تعبت ولا بردت ولا الكلام ده كله،
هتلاقي ما شاء الله عرقها احمر والفراخ صحتها يعني كويسه وبتكبر وتيجي معاك بسرعه. الخلطه دي يا جماعه مش معنى كده ان هي يعتبر بس يعني كمضاد حيوي، لا بتخلي الفرخه كمان يشيل معاكي لحم. ودلوقتي يا جماعه هنبدا الوصفه. الوصفه بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ انتوا شايفين دول يا جماعه اربع فصوص توم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اربع فصوص توم ده حوالي يعني اقل من نص كوبايه ميه بسيطه كده، او نص كوبايه ميه بالكثير يعني. بتفرم التوم زي ما انتوا شايفينهم كده وتنقعيهم في الميه، يعني بتنقعيهم تفرم الاربع فصوص توم بتنقعهم في الميه او نص كوبايه الميه اللي انتوا شايفينها ديت حوالي اربع خمس ساعات. مش حبه ومستعجله عادي ممكن تحطوه، بس الافضل عشان يعمل معاك نتيجه كويسه بتنقعيهم حوالي اربع او خمس ساعات. يعني انت ممكن تعملي الوصفه ديت تفرمها وتجهزها الصبح والعصر تقوم مديها له. تمام كده يا جماعه، يعني ان انت تفرميه خالص في الخلاط كده مع نص كوبايه ميه بيكون احسن علشان ينعم معاك. دوت انا عملتهم وسبتهم حوالي اربع ساعات كده منقوعين. بعد كده يا جماعه بعمل ايه؟ بعد كده معانا ايه يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين انا معايا معلقتين خل، ده خل عادي معلقتين خل. انا بعمل الكميه دي يا جماعه علشان اعملهم 3 لتر ميه، يعني سقايه كبيره او 3 ونص كده، ولو عندك خل تفاح بيكون احسن كمان، بس اللي موجود عندي دلوقتي يا جماعه ده خل عادي من بتاع البيت. بعد كده معايا معلقه الكركم ديت اللي انتوا شايفينها دي، دي يا جماعه معلقه الكركم اهي، ده على المقدار اللي انا قلت لكم عليه. دي بقى يا ريت تعملوها على طول، ولو حتى لو مره بس كل اسبوع. لو انتوا يا جماعه عندكم الخلطه ديت وعايزين تعملوها والفراخ عندك لا قدر الله تعبانه ولا حاجه، عندها كوكسيدي، عندها اي مشاكل معويه، اعملها ثلاث مرات ورا بعض، ثلاث مرات ورا بعض نص يوم بس. يعني مثلا لو انت عملتها من الصبح تشيلها العصر، انت عملتها العصر تشيلها ثاني يوم الصبح. تمام، يعني تعتبر ثلاث ايام ورا بعض نص يوم بس الموضوع ده. لو انت هتعملها كوقائي كجرعه وقائيه اعملها مره في الاسبوع. تمام كده يا جماعه، يلا بينا بقى كده نسمي الله. احنا كده الوقت دوبناها قوي اهي، ده بتخلص معانا اهي، بوشناها يعني في الميه. هنحطها دلوقتي في السقايه بتاعت الفراخ دي يا جماعه. السقايه بتاعت الفراخ هي بتاخد لها كده حوالي، لو مليانه العنب بتاخد لها حوالي 3 ونص لتر. بحط الخلطه اللي انا عملتها اهي، بس انت بقى بتفرمه تكون ناعم علشان ما يخش في العين بتاعت السقايه دي يا جماعه. الفراخ ما شاء الله بدات تشرب لنا اهي زي ما انتم شايفين. خلاص خلصنا الفراخ ما شاء الله كلها بقى هتشرب. هم اي نعم زحمه عليها لان انا عاملاها الصبح وكنت لسه يا دوبك بحط لهم الفطار والاكل. انت لو انت حبيتي تعملي الموضوع دوت او تعملي الجرعه دي يا ريتك ان انت تعمليها الصبح على اساس ان هم يشربوها على معده فاضيه، بتجيب معاكي نتيجه احسن واسرع كمان. تمام، انا عملت ده الفيديو ده النهارده يا جماعه عشان لقيت في ناس كتير بتقول انا مش عايز استخدم علاج بيطري، انا عايز اعمل كل حاجه طبيعي. وفي كمان ناس قالت ان ما عنديش في المنطقه اللي انا فيها دكاتره بيطريين، فانا حبيت اعملها لكم. معلش يا جماعه بس انا قفلت البوكس علشان الفراخ بتطير منه، فيعني كنت عايزه اصور لكم هو البوكس مفتوح علشان يعني يظهر لكم اكتر، بس لقيت الفراخ بتنط منه، فانا هحاول امسكه كده واورجه بس. الخلطه دي يا جماعه مجربه وكويسه جدا، يا ريت كلكم تعملوها. حتى لو انت ما عندكش اي علاج بيطري او اي دكتور بيطري في المنطقه اللي انت فيها، ده خلطه كويسه جدا ومجربه. انا فاكرين يا جماعه الفراخ اللي كان جالها دور كوكسيديا اللي انا كنت بقول لكم ده جالها دور كوكسيديا وكان مات منها واحد، الخلطه دي بسم الله ما شاء الله انا عملتها لهم ما شاء الله جابت معايا نتيجه كويسه جدا. بس اعملها ثلاث مرات ورا بعض، يعني ما تعملهاش مره وتسيبه وتقول لا ده ما عملتش نتيجه، لا اعملها ثلاث مرات ورا بعض. ونفس الموضوع اللي انا قلت لك عليه، تفرم الثوم وتنقعيه حوالي اربع ساعات، مستعجله ولا حاجه مش عايزه تقعدي مثلا اربع ساعات ممكن تفرمها وتدي لهم على طول، برده هتجيب نتيجه معاكي. اما لو انت حابه تعملها بقى كوقائي او يعني بدل ما نجيب جرعه كوكسيديا وقائيه ولا حاجه، انت ممكن تعملي الموضوع دوت كل اسبوع اعملها مره، ده هتبقى كويسه جدا. بالطريقه دي هتضمن ان الفراخ معاك كويسه جدا، لان زي ما قلت لكم هي بتعالج جميع المشاكل المعويه.
فرخ بس الابيض، فرخ بس الابيض في احمر، الفراخ مثلا تحس حاسه ان هي كاشه شويه، دي بتعالج كل الكلام ده يا جماعه. يعني هي بسم الله ما شاء الله خلطه كويسه جدا، هي كلكم تجربوها وتعملوها. انتوا طبعا عارفين ان انا معظم تربيه الطيور بتاعتي انا يعني كل الخلطات بتاعتي بتبقى طبيعيه، قليل قوي لو انا عملت خلطه من عملت قصدي علاج من عند البيتري ولا حاجه، او جبت علاج من عند البيتري في حاله واحده بس، لو جبت العلاج من عند البيتري، لو انا عملت الخلطه وما جابتش نتيجه معايا، ده اللي بيخليني اضطر ان انا اجيب علاج من عند البيتري. تمام كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه للفيديو قبل ما تخرجوا منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.